أراضي بلدية خان يونس اللي بالغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة تقع في جنوب قطاع غزة. في عام 2005 خططت البلدية أنه تنشئ منطقة حدائق عامة، وضمن هاي المنطقة خصصت 32 ألف متر مربع حتى يكون قسم خاص لمؤسسة حدائق السلام العالمية اللي أسستها الآنسة مويرا كيلي لإقامة حديقة خاصة للأطفال وعائلاتهم. تعتبر طبعا الحدائق مهمة جدا للأطفال ولعائلات قطاع غزة، فالحديقة هي مكان التنزه ولقاء العائلات والأصدقاء، وهي تغذي وتجدد الحياة، هي نشوة وشفاء لروح الإنسان. We've included three different levels of space. The first level is a real retreat space. It's quite enclosed, overhead canopy, very safe, very nurturing. The second level is an emerging space where they can see people coming and going. They're a bit closer to the action. The third level is a social space, and that's where they're right on the edge of all of the action. They can be included in it, or they can choose to wander off back into a more secluded space. الحدائق هي مكان آمن حتى نطور الأطفال روحياً وجسدياً واجتماعياً، وحتى نوفر لهم جو للتمتع بالحياة وبالإبداع وبقدراتهم الفنية والثقافية. أسس التصميم في إنشاء الحدائق هي تعتمد على تحديد وترتيب أولويات الاحتياجات ورغبات المجتمع ضمن طبعاً المواد المتاحة والملائمة لطبيعة الأرض، خاصة في هاي الحدائق. وهنا بيتحدى المصمم كل الصعوبات حتى يقدر يقدم أجمل مخططات اللي ممكن تحقق كل ما نصبوا له في طموحات وتخيلات على هذه الأرض. يترأس فريق التصميم السيد أندرو ليلور، الذي يتضمن أيضا الآنسة ويندي كلارك والسيد ديفيد وونغ. أندرو هو المسؤول الأول عن البستنة والتصاميم المعمارية في حدائق ملبورن النباتية، وهو قدر بمهارته العالية جداً الفوز بشهادات التقدير. فاز على جوائز عديدة، منها جائزة مؤسسة بوتر للأطفال في ملبورن، وبالإضافة طبعاً لإدارة مؤسسته الخاصة. هو بحاضر في جامعة ملبورن، وهو مذيع أيضاً في بث مباشر لبرنامج خاص في البستنة وزراعة النباتات. أما الآنسة ويندي فهي مصممة في البستنة في أشغالها الخاصة والتطوعية. بتستلهم تصاميمها للحدائق من التزامها لخلق بيئة نباتية مناسبة لتحقيق أحلام وطموحات المرأة بشكل خاص، خصوصاً إذا توفرت العناصر الخاصة لإنعاش وتنشيط تطلعات المرأة وآمالها. أما السيد ديفيد فهو مصمم وفنان وموجه تربوي. هو اشتغل بجنب السيد أندرو في العديد من المشاريع، وطبعاً أهمها كانت حدائق الأطفال في ملبورن الحائزة على شهادات التقدير والامتياز. بيركز ديفيد في تصاميمه في البستنة وإنشاء الحدائق على إيجاد الوسائل الضرورية لربط التواصل الروحي بين الإنسان والطبيعة النباتية، وهو بيعمل هيك عن طريق استحداث التصاميم اللي بتنبعث من أصول الإنسان الثقافية والتاريخية. يعني بيعتني ديفيد في تصاميمه بتفعيل الثقافة تبعت المجتمع، وخاصة ثقافة الأطفال، من خلال إنه يدلهم على الاكتشاف ويحفزهم على الاكتشاف من خلال ألعاب جديدة ومن خلال الاستمتاع في الحدائق. بيشتغل مع أندرو بشكل دائم في الحديقة النباتية الملكية في ملبورن خبير الحدائق السيد بيتر سايمز، وهو دائما بيكون واقف جنب إلى جنب مع المصممين ويعتني بالتنسيق وتوفير المعلومات التقنية اللازمة لبناء هاي الحديقة. بيتر الحقيقة بوجه اهتماماته في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية التي يجدها من أهم الضروريات، خاصة لأنه هو تعرف على قطاع غزة بعد زيارتها حديثا، وهو بالفعل قام بالتواصل مع المختصين هناك في هذا المجال. And then we have to determine storage if we're not delivering it on tap.
So it's either energy storage or water storage or both. But it's then working out what energy we need to... I mean, essentially it's the water volume and the energy volume at the moment. The advantage of drip is we could run it during the day. Disadvantage is, even in our gardens, we find that this gets chopped through, broken. أما بالنسبة للدور بيتر الاستشاري بالفريق لتصميم هاي الحديقة، فبالإضافة لخبراته، هو بيحظى أيضاً على دعم فريق استشاري آخر، مكون من السادة جون راينر، مايكل جورجنسون، سايمون ليبيك، جيف كونيلان. بداية، جون هو يعني يعتبر من كبار الأساتذة المحاضرين في حرم جامعة ملبورن، في تخصصه بالذات في البستنة وفي البستنة في المناطق السكنية، وباهتمام خاص في تصاميم الزراعة ووضع الخطط الضرورية لتنمية النباتات. يشارك جون في اختيار النباتات المناسبة للحديقة في خان يونس. أما مايكل فهو من أحد كبار متخصصي جيولوجية المياه، ويعمل مايكل في شركة عالمية متخصصة في الهندسة والإنشاءات والخدمات التقنية، وقد كرس مايكل خبراته القيمة في تقديم الاستشارات في مجال إمكانيات تجديد الطاقة وإيجاد مصادر ماء باستمرار. They're gonna need 0.13 megaliters a day. That's the average. I'm worried about the peak demand. This evaporation there during the northern summer is what, 7 mL a day? So that's why we're looking at a reverse osmosis plant that could supply something more like maybe 0.5 megaliter a day. And then we'll need the associated solar panel array or wind or some other one that could provide reliable power with a backup, whether it's battery or diesel generation. Well, because the diesel output is so fresh, they're probably going to have to mix off the shandy that output with some other water like groundwater, and to be able to get it to a salinity that the plants are happy with. أما السيد سايمون ليبيك فهو أحد كبار الإخصائيين في علم التربة في شركة SEL الأسترالية. وسايمون راح يقوم بتحضير كافة تصاميم التربة ويقدم الخبرات اللازمة لزراعة جميع نباتات الزينة وغيرها. أما السيد جيف كونيلان فهو راح يقوم بتزويد فريق التصاميم بالخبرات اللازمة لإدارة الماء والأعشاب والبستنة العامة، وخاصة في الأحياء السكنية. على فكرة جيف كونيلان كان من كبار المسؤولين في حرم جامعة ملبورن في بيرنلي، ويعمل حاليا كمستشار للمناطق الخضراء طويلة الأمد، وهو يعني راح يكون قادر إنه يزود فريق التصاميم بهاي الخبرات في إدارة الري والماء. We consider the amount of water that we actually need, and also too, just as importantly, the quality of the water. Once we've got the water available, then we can look at the methods of applying the water in terms of the types of irrigation, particularly with regarding whether they be drip or spray, and then we would look at the method of actually applying it. Should we apply deep amounts of water to the root zone so that they will have plenty of reserves when you have the demands of the climate impacting on the plants, or do you put it in shallow amounts? And that will depend upon the plants that the designers select. ابتدى أندرو وويندي وديفيد سويا في تصاميم الحديقة، مجندين كافة خبراتهم وأفكارهم وطموحاتهم، علما بأن أندرو وديفيد زاروا قطاع غزة، ولكن ويندي لم تحظى بهذه الزيارة. فقبل البدء في وضع التصاميم، قام الفريق باللقاءات الشخصية والندوات الهاتفية مع العديد من الفلسطينيين والفلسطينيات من جميع الفئات ومن جميع الأعمار في غزة وفي خان يونس وفي مدينة ملبورن، ومن خلال هذا حاولوا إنهم يستمعوا لآراء واقتراحات ومتطلبات جميع المشاركين في هاي الدراسة الميدانية، وتم الأخذ بعين الاعتبار ما هي تطلعاتهم، ما هي احتياجاتهم، ما يرونه كأسس للنباتات الثابتة في بناء الحديقة، ومترجمين طبعا تاريخ وأصول هذا الشعب بثقافاته وعلاقاته الاجتماعية السائدة وعاداته الأصيلة. وبالإضافة لكل هذا،
قام الفريق بمطالعة البحوثات والدراسات المدونة في الموسوعات والمخططات المطبوعة والمكتوبة والرسومات والحكايات القديمة يلي بترجع لسنين عديدة من تاريخ الشعب الفلسطيني، وخاصة طبعا اللي بتضمن أوصاف الأراضي الزراعية بما فيها من حقول وخضروات وفاكهة، منها المشمش والبطيخ وإلى آخره. ومع أنه هاي الحديقة معنية خاصة بالأطفال وبألعابهم، بس هي كمان بتستهدف استقطاب الناس على اختلاف أعمارهم من السنة إلى 100 سنة، وبالطبع تعتبر يعني تأمين سلامة الناس بجميع أعمارهم في هذه الحديقة هي أولوية، وخصوصا تأمين الأطفال من خلال وجود ألعاب في بيئة آمنة حيث ممكن يعني في مكان ممكن يلتقوا فيها العائلات وهالأقارب حتى ينبسطوا ويتمتعوا بالحديقة في جو من الألفة بغض النظر على اختلاف انتماءاتهم الدينية أو العقائدية أو الثقافية. ومن متطلبات حماية الحديقة وحتى نأمن سلامة الأطفال تم تصميم سياج حدودي خاص على طول هاي الحديقة، وهو سياج من الأشجار حتى يكون الحدود خضراء تضيف الحديقة جمال وروعة. رح تتضمن هاي الحدود مدخلين على الطريق العام، ورح يتميز المدخل الرئيسي طبعا بتشكيلاته الملونة والمزخرفة بالورود والنباتات الدرامية. Alcea rosea, Bougainvillea spectabilis, Iris aurifusca, Helanthemum vesicarium, Papaver polytrichum, and Eugenia maritima. أما المدخل الثاني فرح يؤدي الزائر إلى بساتين الخضروات والأشجار المثمرة، ورح يخصص هذا المدخل أيضا حتى يقدروا يدخلوا فيه المعدات واحتياجات فريق أعمال الصيانة والعربيات وخدمات الحديقة. عندما يدخل الزائر من المدخل الرئيسي رح يلاقي نفسه محاط بمساحة واسعة الاتساع ومظللة وملبدة بالأعشاب الخضراء. هنا تم تجهيز هاي المنطقة بالمقاعد والطاولات ومعدات الشوي للاستمتاع في تناول الوجبات الجماعية في الحديقة. هناك أيضا رح يكون في مركز استعلامات وفي دورات للمياه ولمياه الشرب والمنافع ووحدة إسعافات أولية، بالإضافة لتواجد عناصر التنزه ومزاولة بعض الألعاب كالشطرنج وطاولة الزهر طبعا للكبار وألعاب الحجلة وغيرها للأطفال. بتتضمن التصاميم تبعت هذا القسم الواسع كل التجهيزات اللازمة للزوار يلي بيحبوا يرسموا أو لإقامة الجلسات الثقافية أو للي بيحبوا يقروا كتب أو بيحبوا يستخدموا الكمبيوتر أو شبكات الإنترنت وإلى آخره. رح يكون كمان في ساحة لاستقبالات شعبية، رح يكون في مسرح كبير ومضلل عشان للي بيحبوا يعملوا نشاطات ثقافية أو عروض فنية أو عروض موسيقية. This is, you know, a large paving. Now, this could be exposed aggregate concrete. It could be large slabs. And then we've got our tents. Now, the first tent, I've mapped this out for the toilets and administration and security. This one is more the library classroom. Okay, so again, we might choose to reconfigure this, but I just called it that. I've put the seats in here. I've built part of a little stage out here. So it just allows an outdoor classroom, but it would be where the library would be, for example, that they talked about. And then this one I've bought as another cooking facility. So we've sort of got these spread out for the general. And we were looking for something that would give people some shelter from the wind, from the blowing sand, from the sun. And the shapes that came to my mind immediately was something with a really soaring peak to it. We've come across some magnificent shade sail structures that just soar and loop and create the most amazing lines. And there'll be landmarks where people can, the mums can see the kids, they can meet at this particular area with maybe flags hanging off it in a particular colour.
يجب الإشارة بأنه تجهيزات هاي المساحة بالخيام قد استلهمت من خيام قوافل الجمال في تبادل السلع وتنقل بدو البادية، وهكذا تم إدخالها كعنصر أساسي حديث في تصاميم الحديقة. That the women walk and they badly want to walk together. You know, they just walk around something beautiful, a nice path that was beautiful, that they could still see the children and what the children were up to, so that the children's safety is always paramount. But meanwhile, they could get a lot of support from each other. So walking and talking is really important to the women. So this path that we're creating that will wind its way around the garden is just so important. النساء عبروا من خلال المشاورات الأولية عن رغبتهم إنهم يمشوا في منطقة ألعاب مفتوحة وين بيقدروا كمان يراقبوا أولادهم وهم بيتمشوا. علشان هيك ضمنت هذه التصاميم فيها مسار للمشي على مدار محيط الحديقة، واللي بيمتد تعرجاته عبر المزارع الخضراء، مزارع الخضرة والأثمار اللي بتعلو المساحات العشبية والمزججة بألوان النباتات. وفي النهاية طريق المشي هذا رح يوصل لأماكن آمنة مزودة بالمقاعد للاستراحة والاستجمام والتأملات والدردشة الهادئة، وهناك كمان حيكون في ممرات قصيرة تؤدي لمناطق نباتية وكمان لمنطقة ألعاب الأطفال. In an urban environment, we are discovering, especially in major cities such as New York and Shanghai, there's a great need for people to walk. So when we hear that the people in Gaza are very interested in having places to walk, it is quite synonymous with the rest of the world. In New York, they developed something called the High Line, which is an old railway line, which has been turned into a garden of 4 or 5 kilometers in length. In Shanghai, they put in a circular bridge where people walk in circles way above the traffic line. And this has proven to be very important for the urban landscape. في رح يكون 500 متر ممر مصغر وسهل للمشي، معمول لجميع الفئات الصغار والكبار، حتى اللي بيحبوا انهم يمشوا على مهلهم او اللي بيحبوا يستخدموا الكراسي المتحركة. وهذا الممر مزود بمقاعد مزللة وآمنة ومناطق مزروعة على مسافات قصيرة وعلى مرأة من أنظار المشرفين على الأطفال، حتى يقدروا الإمهات والأبوات إنهم يقعدوا ويتفرجوا على أولادهم وهم بيلعبوا. وبدون شك إنه لعب الأولاد حيكون شغلهم الشاغل، فهم بيتحدوا وبيخاطروا بأجسامهم عشان يلعبوا، بياخدوا كثير يعني بيعملوا كثير أشياء فيها شقاوة، بس هذا المكان رح يكون يوفر لهم جو هادي أكتر شوي اللي ممكن يختلطوا فيه مع الأطفال التانيين ويتعرفوا فيه على بعض، فهو محل للتعرف على أصدقاء جدد والتعرف حتى على أنفسهم وعلى أذواقهم الخاصة باتجاه الطبيعة، إيش هي الطبيعة يلي بيحبوها وإيش هي الأماكن يلي بفضلوها في الحديقة حتى يلعبوا فيها. فهاي التصميمات كلها انعملت حتى إنها تنشط أفكارهم تجاه الأماكن اللعب هاي وتشجعهم على إنهم يتفاعلوا أكثر مع الطبيعة في جو آمن وجميل. Research shows that children use a form of a scientific methodology in which to investigate and explore the world, and they do this from the day they're born. They do this through what we call play. So when we realize that play is actually a very integral part of the growing up, they also learn how to interact socially, how to live with other people. Play in the natural environment, such as a garden, is very important because nature is part of 83% of everything we use. So we want to have children realize that they are part of the world and part of the natural plant life. حتى يقدروا الآباء والمشرفين على مراقبة لعب الأولاد الصغار، فحيكون في موجود مناطق ألعاب إلها أحجام مناسبة لأعمارهم وحتكون قريبة من المرافق الحيوية ومن مرأى العائلات وأصدقائهم في نفس الوقت. ونشير أيضاً بأن المسار الرئيسي يؤدي إلى منطقة خاصة للتتويه
اللي معمولة من شجر على شكل متاهات، حيث يتم هناك تحدي الزائر لإيجاد نفسه في هذه المنطقة المشجرة ذات الطرقات المتفرعة. We have this series of mazes, and these are shapes and forms that again have their beginning in traditional garden forms. And these forms are really fluid, but those forms may take adobe walls, they may be stone walls, they may be plants. But also some of the patterning that we see on many of the tiled surfaces, which are very old and traditional, within old and traditional gardens in the Middle East. Two of the many significant contributions from Arabic culture to the world of design and architecture include the lyrical forms of its alphabet and its strict geometry of its architecture. The organic next to strong form is something that is quite prevalent in the Arabic culture, and it is something we also want to capture in our design for the children's maze garden. بنحب نشرح هون كيف بتمتزج جدران الحديقة الحجرية مع البيئة، مع الطوب الترابي بأشكالها المجردة، وكيف هاي كلها مستلهمة من الحروف الأبجدية العربية، وبتبين لنا هيك عشوائيا في رونقها. بس هي الحقيقة من واقع الهندسة المعمارية لهاي المنطقة هو إنها تحاول تحسس الزائر بخصوصية هذا المكان، وإنها تعيد الزوار الحديقة لعراقتهم وأصولهم الثقافية. أما بالنسبة لوجود المداخل المتعددة، فهاي معمولة بحيث إنه الأطفال يقدروا يستحدثوا ألعاب جديدة في كل مرة، وفي نفس الوقت ممكن إنهم إذا بيحبوا يضلهم يركضوا يكون في مساحة للركض، وفي أماكن يتخبوا فيها في ألعابهم العديدة طبعا اللي بيحبوا فيها الأولاد يتخبوا. يعني لو بدهم مثلا يلعبوا لعبة الاستغماية، أو إنه إذا بدهم يلعبوا سباق مع بعض، فهذا المكان بالطبيعة اللي فيه راح يكون فيه إمكانيات لكل هذا، وراح يكون في نفس الوقت في مقاعد للاستراحة بتحيطها النباتات المزخرفة بأشكال النحت في الصخور. وبيوصلنا هذا الممر أو الممشى إلى الواحة المركزية بألعابها المائية اللي بتحيطها أشجار النخيل الشامخة فوق صخور الحجر الجميلة. فكما هو معروف طبعا في أصول التاريخية لهالمنطقة من العالم إن الواحة بتعتبر منتجع لإنعاش الروح والجسد، فهي المعتكف الآمن لروادها، وين بيقدروا يقعدوا تحت أوراق الشجر يستمتعوا بدفق المياه الجارية، ويستمتعوا كمان ويتحدوا حرارة الشمس الساطعة في ظل النخيل. يعزز وجود هذه الواحة في المنخفض حتى تكون بمثابة ملتقى لروافد الأنهار، وقد تم ذكر الأنهار في القرآن الشريف وفي جنة الخلود. فهنا في هذه الحديقة سيوجد 4 جداول مائية، وهذه الجداول راح تكون مصدر للتبريد ومصدر للتطهير وللتنقية. تدفق وجريان هاي المياه وهذه في هذه الأنهار راح تعطينا إحساس باستمرار الربيع على طول السنة. راح يكون في 4 أنهار مائية تسير في أقنية، وراح تغطي قسم من الحديقة بركة غير عميقة عمقها مليمترات فقط، وطبعا هذا للحفاظ على سلامة الأطفال من الغرق. وكمان راح يكون في بخاخات راح تبث المي من الأرض في فترات متقطعة، وراح تكون بشكل مفاجئ للزوار حتى يتفاجئوا الأطفال والزوار بهذا الرونق الجذاب. One of the key elements to this garden is very much part of the garden tradition of this area, of the Middle East area, and it was about creating a paradisos or an oasis. What we would hope to achieve here is out of the rocks would be this water that spills out, and that there's sound and it's expressing itself and it's coming out of the ground, and then it will run in 4 rills. But these rills will basically come to a central feature, which will just be a very
small amount of water that would spill out over the surface, almost like a puddle, and then it would move underneath and be taken away. To the side of the oasis are these quite steep climbing walls, and these will be built out of this beautiful limestone that we saw in the West Bank. And kids will be able to climb up those walls, find little caves and almost like rock mazes, but they'll come up to the top of the walls, and hopefully we'll plant those with olives. حلو كمان إنه نوضح إنه مياه الألعاب تاعت الأطفال رح تدور في شبكة أنابيب منفصلة وحيكون رح يتم تنقيتها كليا لإعادة استعمالها بدون خلطها في مياه الري والشرب فلذلك تنساب في فتحات خاصة في أرضية قسم الألعاب تبعت الأطفال وكمان مهم إنه نحكي إنه رح يكون في عودة لطريق الممشى اللي رح يوصل الكثبان الرملية المتموجة ومن ثم إلى باحات وغرف رح يكون لهم جدران معمولة من حجار صخرية ومن تربة وإنه هذه البنايات بالزقاقيق الضيقة تاعتها اللي حتكون في داخل الحديقة رح ترجعنا لهندسة القرى الفلسطينية المعمارية القديمة والعريقة فبينما إنه رح يكون في بعض الفتحات في هاي الجدران توحي إلى وجود أبواب ونوافذ بس هناك أبواب حقيقية فعلا رح تكون مؤدية للردهات الخضراء والبساتين اللي رح تكون واقعة في أعلى منطقة للحديقة وين ممكن يلتقيوا العائلات وأولادهم في ساحاتها الواسعة اللي رح تكون تمثل المركز تبع القرية الفلسطينية وين ممكن هم يتمتعوا بالعروض الشعبية والرقصات والغناء الفلسطيني وحتى ممكن إنه يحيوا حفلاتهم في هذه الساحة وفي هذه الشرفات العالية رح يكون في كوخ شجرة ورح يقدروا الأطفال إنهم يشاهدوا مناظر من جوانب الحديقة بكاملها من هذيك البقعة وبينما ممكن تعلي السلاسل والجسور والبيوت تنحدر الممرات الضيقة إلى أسفل الحديقة هناك المجسم الصغير للقرية رح يجتذب الأطفال بألعابهم المعروفة والحديثة فرح يمارسوا طبعا الجري والقفز ورح ينطوا ويلعبوا وفعلا ينبسطوا بهذا الجو ويتمتعوا ويكونوا جزءا من هذه القرية We've created a village type feel here, and this was very much inspired by the old villages that used to, and in some places still exist within old Palestine. So what we've tried to do here is call on that sense of a village, and these little areas are broken down into what once would have been little laneways or pathways, but this whole arrangement of exciting different spaces exist at that lower level. وخلف هاي الشرفات المرتفعة اللي معمولة خاصة للأطفال حتى يقوموا بزراعة وقطف ثمار الأشجار والخضروات أثبتت التجربة في حديقة الأطفال في ملبورن إنه قسم زي هذا رح يكون كتير ناجح ولأنه دخلت الحدائق المنزلية للأولاد وللأطفال في برامجهم الدراسية في المرحلة الابتدائية فلما بتعلموا الأولاد كيفية تحضير التربة مثلاً أو زراعة النباتات المثمرة والاعتناء بها وتحضير بذورها وقطف ثمارها هذا كله كتير حلو إنهم يقدروا يعملوه بإيديهم فهدول الأولاد رح يستفيدوا جداً ورح يقدروا الطبيعة جداً ورح يقدروا دور الطبيعة في الحياة من المزروعات والنباتات المثمرة المقترحة في هذا القسم رح يكون الحمضيات مثل الليمون البرتقال القرفوت كمان رح يكون في أشياء مثل التين التوت الأسمر العنب الأوروبي وغير ذلك من الفواكه المثمرة لقد خصص بين طريق المشي ومنطقة حدائق الأطفال قسم للألعاب اللي رح يتم تجهيزه بالمعدات المناسبة منها المعروفة واللي ممكن استحداثها في طبيعة أجواء هاي الحديقة ورح ناخد طبعا بعين الاعتبار كفاءات الأطفال وأعمارهم
راح تتضمن هاي المعدات والتجهيزات أشياء مثل الحبال ومعدات التسلق، المراجيح، السحاليق، مختلف الأحجام، ولعبة الثعلب الطائر وزحليقة الغراب وأشياء أخرى اللي ممكن إنه الأولاد يلعبوا فيها، الزحاليق مثلاً للأطفال الصغار. وسيتم زراعة هذه المنطقة بالنباتات طويلة البقاء في التربة الصلبة، وخصوصاً النباتات اللي أثبتت فعاليتها في حديقة الأطفال في ملبورن. Rope swings, which are just large timber poles with a range of different ropes on them. And the beauty of the rope swings is that they create a whole different level of activity from kids that are very young, can walk along quite low hanging ropes, to really presenting some challenges. But it also relies on the kids communicating and negotiating between themselves. So there's lots of good things to learn from that. And on the other end of that, we might have a flying fox, which is also something that's incredibly exciting. ومع أنه تم اعتبار هاي الألعاب من العناصر الحيوية للحديقة، إلا أنه أعطيت عناية خاصة لبناء حديقة جميلة وجذابة. وهنا تعاطف أندرو وويندي وديفيد مع المكان ومع جمال المكان، وحاولوا اختيار النباتات التي تدخل البهجة في الحياة الاجتماعية وخلق البيئة الخلاقة. وبمساعدة بيتر وفريقه القدير سيكون بناء الحديقة فعلا إضافة لجمال هذه المنطقة، وستلبي متطلبات الحفاظ على بيئة الحيوان والنبات، وستبقى جذابة وحية في ظروف مناخ وتربة خان يونس. The greatest challenges are probably the physical challenges on the site, so the environment certainly, soils, climate, plant supply, I have a feeling is going to be a big challenge as well, just the location and getting material onto the site and then established, I think it's going to be quite a challenge. And I guess there's a social challenge as well in terms of looking at how you can deal with the population in distress all the time. ستتضمن هاي الحديقة نباتات خاصة ومتنوعة لإبراز ألوانها ورائحتها ورونقها، وطبعا رح يتم اختيارها حتى تقدر تتعايش في جميع الفصول في هاي البيئة وفي جميع الأشكال المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الحفاظ على بقائها بوجود الماء. ورح توفر هاي النباتات كمان الأجواء الحيوية اللازمة لاجتذاب وللحفاظ على الكائنات الحية كالطيور المختلفة والحشرات، وخاصة الكائنات الحية الأصلية في هذه المنطقة. ورح يكون في نباتات من صميم انتمائها لهذه الأرض، ورح يضاف لها بعض النباتات الغريبة. The standout plants suggested for possible inclusion are Brachychiton astrofolius, Brachychiton rupestris, Callistemon, Caparis spinosa, Camarox humilis, Cupressus sempervirens, the stricter group, Delnex regia, Eucalyptus erythocorus, Eucalyptus helminifloia, Eucalyptus salubris, Eucalyptus spatulata, Lavandula cross christiana, Lavandula cross intermedia, Phoenix dactylifera, Pistachia atlantica, Pistachia palestina, Tamarix chinensis, Vitex agnus castus, and Washingtonia robusta. So material selection right through the garden is really important and is a layer that we have to get right. And, you know, obviously we want to draw on, again, some of the older traditions, but we also want to draw on what is locally available, but also what can be locally built. The materials we choose here have to have a connection at a certain level to the place, but to the people. بترتبط الطبيعة الحديقة نفسها بهاي الأرض بالتحديد وبأصولها، فرح نعطي عناية خاصة في تجميع قدر المستطاع من المواد الأولية من ترابها ومن رمالها ومن أخشابها ومن مياهها. وبالإضافة لهذا رح طبعا يكون في استيعان بمواد أخرى مرتبطة أيضا في هذه المنطقة، كالخرسانة والحديد والحجارة الترابية والأصداف المحلية، والتزاما أيضا بعناية البيئة الحيوانية والنباتية.
وبالأحوال الاقتصادية، لأنه المشروع هذا سيلتزم خلال فترة الإنشاء والبناء للحديقة في اختيار المواد اللي ممكن إعادة استعمالها، مثل الخرسانة والحصمة وبقايا المواد الموجودة في الشوارع، ورح يتم دراسة ميدانية لتقييم كل المواد اللي رح يتم استخدامها ولتجهيز الألعاب عشان يتم الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الثروة الحيوانية والنباتية في هذه المنطقة. تم تحضير هذا العرض بعد الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والاستشارات ومراجعة الآراء والاقتراحات لتصاميم المرحلة المبدئية لحديقة خان يونس غزة فلسطين. طبعاً هاي التصاميم بتقدم المفاهيم والأفكار المطروحة في المرحلة الحالية، أما المرحلة النهائية من هذا المشروع فرح يكون فيها التركيز حول تفاصيل التصميم النهائي، ومنهم قوائم النباتات والرسوم والتفاصيل الهندسية. So we have still some major challenges, but yeah, I believe the belief is so strong that it's going to happen. That I think I bring that to this project. That help them get close to nature again, that they will find a freedom within themselves that they can't necessarily find in their everyday life, for cultural reasons, for financial reasons, for just the reason that they're in Gaza, but that within themselves they could feel free. That to me is why we're doing it. I realised that this was a very significant thing that children in that area are missing, and it's not so much about negating the effects of conflict, but it's about giving them a direction for the future.